أستاذة جيهان تتفضل. أستاذة جيهان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله. الحمد لله. والله أنا كان عندي بنتي مجوزاها ونصيبها يعني الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه. اتجوزت واحد متجوز وعنده بنت. طيب. بس هو لما جيت أقدم قال أنا اتجوزت وماليش نصيب وطلقت مراته وبنتي مع أمها ماليش أي علاقة بيها. فإحنا وافقنا على هذا الأساس. طيب. جي لما اتجوز بقى كل شهر يجيب بنته ويروح عند إيه عند والدته ويقعد معاها 3 أيام. قلنا ايه الوضع ده يعني من اولها كده كان مهم بقت بنتي ايه يعني. قلت لها معلش يا بنتي حاولي تاقلمي نفسك وكده هنعمل ايه خلاص اتحطينا في الامر الواقع. طيب المهم كل شويه بقى عاوز اجيب البنت دي بنتي خلفت بنت عاوز يعرف دي على دي يحصل مشاكل البنت يعني ربنا يسامحني كانها واحده متطلقه البنت صغيره ثالثه ابتدائي بنته اللي هي من القديمه. فطبعا بنتي مش متقبلة مش قادرة تأقلم نفسها في الوضع اللي هي فيه. كل شهر بيجيبها 3 أيام ويدي لأمه مصروف ويديها تجيب أكل ويبقى عايشين عيشتهم ويسيب بنتي في بيتها مع بنتها طبعا قاعدة وقافلة على نفسها ومخنوقة وتعبانة. فين سؤالك يا حاجة جيهان؟ 3 سنين دلوقتي عايشة في المرار ده. فين سؤالك؟ فين سؤالك يا فين سؤالك؟ هي مش قادرة تقبل الوضع دوت يعني. اللي هو ايه الوضع يا حاجة جيهان؟ اللي هي يعني كل شهر 3 أيام مع بنتها ومشاكل باستمرار. وبعدين كانت هي مدرسة بنتي قاعدة من الشغل هو يعني هقول ايه بخيل جدا بخيل جدا جدا جدا. فهي مش قادره على قله الفلوس هي كانت ما شاء الله مدرسه وقرش ماشي في ايديها دلوقتي مش قادره تعيش معاه بسبب طيب. اكله وبسبب المشاكل بسبب بنته. طيب. واهل جوزها كمان يعني ما بيسالوش عليها خالص مع ان طيب. المسافه قريبه بينهم وبين بعض. طيب خليني بقى خليني اقول لحضرتك حاجه خليني اجاوب على سؤالك انت وكان سؤالك استاذ جيهان سؤالك نعمل ايه؟ بص يا استاذ جيهان اول حاجه احنا حلقتنا النهارده واضح ان هي كانت مهمه بالنسبه لبنتك ان هم يتفقوا على المعايير وما ضاعتش الفرصه على فكره يقعدوا يتفقوا على المعايير البنت لان مش متصور حاجه جيهان ان الزوج اللي عنده بنت لما يتجوز زوجه جديده يعمل ايه يرمي بنته في الشارع غير متصور ده ولو هو تصور لو انتوا تصورتوا ان هو يعمل كده مع بنته هيعمل كده مع اولاده لنمو برضو ممكن يروح يتجوز تاني بعد بنتك ويعمل كده مع اولاده فاحنا ما بنشجعهوش ان هو يرمي بنته وانا شويتين ثلاثه يعني متحفظ شويه على انك انت تقولي على البنت الصغيره ان هي بنت كانها ست مطلقه البنت بتمر بظرف استثنائي ان ابوها وامها انفصلوا فانت لو بتساليني نعمل ايه نحتوي البنت دي ونعمل ايه ونحتوي الزوج دوت ونقعد نتكلم معاه ونقول له ان احنا هنحتوي البنت دي لكن انتوا عايزين تاخدوا الزوج بانه على انه زوج ده زوج بنتك وبس لا هو زوج بنتك واب لبنت فاحنا لازم نقعد ونتفق الحكايه دي محتاجه اداره وعشان كده انا شايف لو انه بخله ده بقى جديد بعد الجواز فده بخل اسمه البخل العقابي حاجه اسمها البخل العقابي وهذا ليس تبريرا ولكنه تفسير كون زوج بنتك بيبخل على بنتك ده حرام الراجل اللي يبخل بماله على اهله حرام وهو آثم ولذلك الشرع سمح للمرأة اذا كان جوزها ما بيدهاش اللي يكفيها ان هي تأخذ ما يكفيها لكن هي المسألة مش كده المسألة احنا عايزين ندير الحالة دي بنتك لما اتجوزت زوجها اللي هو زوجها دلوقتي ايه اللي حاصل كانت عارفه ان هو خارج من زواج وعنده بنت فتعالي ندير بقى المساله اللي احنا ما قدرناهاش نقعد ونتكلم طب هو بيقعد دلوقتي 3 أيام عند امه عشان يقعد مع بنته بياخد بنته في الاستضافه ويقعد مع بنت ليه بيقعد عند والدته لان انتوا مش قابلين ان انتوا تستضيفوا البنت دي في بيتكم لان انت بتقولي ان البنت اللي في ثالثه ابتدائي بتعمل مشاكل ضخمة ليه طيب عشان هي حاسة ان هي بتتعامل مع واحدة
غريبه عليها. فبنتك لو احتويتها احنا خلصنا المشكله كلها. بيبقى الفلوس اللي بينفقها زوج بنتك بينفقها في بيته، والاستضافه هيستضيفها في بيته. فايه اللي حاصل؟ فده ممكن يحصل، يحصل، بس ده مش هيحصل بطريق بيكم انتوا بس. احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ببساطه خالص خالص خالص، محتاجين ببساطه خالص 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 ايه؟ محتاجين نروح لحد يساعدنا، محتاجين لإرشاد زواجي، لأن الوضع ده واضح للزوج قادر يديره، واضح لزوج بنتك قادرة تديره، فإحنا محتاجين لحكيم يدير حالتهم هما الاتنين، لأن الحالة اللي هما فيها دي حالة صعبة، صعبة على الاتنين، عندهم مفاهيم كتيرة مغلوطة عن جواز بعد جواز سابق. إيه المفاهيم المغلوطة؟ أنا زوجي ده بتاعي أنا لوحدي. طب وبنته اللي عنده دي هيعمل فيها ايه؟ الامر الثاني هو عنده انا ما اقدرش اضيع بنتي. اه، وتضيع اسرتك الجديده وتضيع اسرتك وزوجتك وبنتك، ما ينفعش. الاثنين محتاجين يغيروا مفاهيم عندهم، وعشان كده الحل يا استاذه شيهان ان هم يروحوا للارشاد الزواجي عشان ينظم لهم علاقتهم ببعض، ان علاقتهم محتاجه اعاده صياغه. العلاقة دي، العلاقة الزوجية اللي ما بين زوج بنتك وبنتك، محتاجة إعادة صياغة كلها، لأن كده إحنا ابتدينا ندخل في حالة اسمها حالة التعادي. ابتدوا هيصنعوا العداوة ما بينهم وبين بعض، وده حله إن يتدخل حكيم يشيل فتيل العداوة ويحط لهم أشياء وإجراءات تساعدهم على المودة والرحمة.